سماحة السيد كان تحدث عن أنها حرب كاملة وصفها بهذا التوصيف، وهو كان تحدث سابقا عن رؤيته في تحرير القدس والصلاة فيها. يؤخذ اليوم على حزب الله أنه لم تكن هذه الفرصة المؤاتية من أجل الدخول في هذه المواجهة. الوصول إلى القدس لا يتطلب ساعتين بالسيارة. نعم. الوصول إلى القدس يتطلب تضحيات وعمل كبير وشهادة وإمكانات ومحور وفلسطينيين يقاتلون، كل هذا مطلوب من أجل أن تتحرر القدس. من يعتقد أنه هذا هو الوقت لتحرير القدس بالكامل وشكل علم على القدس ما بيقرأ بشكل صحيح. نحن نرى الآن أننا في معركة من المعارك التي توصل إلى تحرير القدس، مش بالمعركة النهائية. إذن في هذه المعركة كل متطلباتها نحن عم نقدم متطلباتها، واللي قاله سماحة السيد أنه هذه حرب كاملة صحيح، لأنه اللي عم يجري على الجبهة هو كل مقومات الحرب، لكنها ليست حربا شاملة، هي حرب كاملة بما يتعلق بالمنطقة اللي عم يصير فيها الحرب، بس ما أنا شاملة لكل لبنان، لأنه ما بنعتقد نحن أنه ناخذ الحرب نحن على الشمولية بيخدم غزة أو بيخدم لبنان، ما بيخدم، اللي بيخدم عملناه، وإذا في شيء أكثر نعمله وبيخدم غزة رح نعمله، لكن ليست الحرب الشاملة، لأنه مش وقتها. ما هو التحرير بده إمكانات كافية، ظروف ملائمة، توازن قوى بين الأطراف. بتقديرنا نحن أنه كل هالعوامل المتوفرة الآن لا تسمح الآن بالتحرير الكامل الآن في هذه في هذا الزمن في هذه الفترة. فإذا لماذا يطلب أن نضع كل شيء وليست هي مهلة أو زمن التحرير الكامل؟ نضع ما يتناسب مع المرحلة ومع متطلباتها. الآن الهدف الكبير الكبير هو إيقاف الحرب على غزة. يجب أن تتوقف، بعد ذلك ماذا يحصل في السنوات القادمة، كيف تتطور الأمور، أين يمكن أن تصل، لكل وقت حسابه. بس لسنا في مرحلة المعركة الكبرى التي تنهي وضع إسرائيل أو تؤدي إلى نتائج أخرى. لذلك نحن نعطي المعركة متطلباتها. هول اللي بيطلبوا منا وبيقولوا لازم تعملوا أكثر وتسووا أكثر، شو الهدف تبعهم؟ إني بس عم بيحاجونا يعني حتى يحطونا بمحل غير ملائم وغير مناسب.